السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا جيت نشارك معكم واحد العشيه كوزناها مع واحد الصديقه ديالنا، زادت لها البنوته ما شاء الله، الله يحفظها لها وينجيها لها ويجلل ربي ذريه صالحه ان شاء الله، وجميع الاولاد المسلمين يا ربي يرحمهم. وبغيت نشارك معكم هاد اللقطات من هاد العشيه هذه. كما كتشوفوا تبارك الله عملت بوفي، ومهم هي كانت عندها غير واحد العشيه هيدا خفيفه وصغيره، ماشي زعما ما كانوش عند الناس بزاف. وكما كتعرفوا الغربه والانسان يعني ما ماشي داكشي في حالي في المغرب بطبيعه الحال، لا اصلا لا كاينه الامكانيات هنايا داكشي اللي كاين في المغرب، ولا اصلا دابا هاد الايام د كورونا كما كتعرفوا ما خصوش الانسان يتجمع بزاف. كما كتشوفوا هادشي تبارك الله غزال. انا نخليكم مع هاد اللقطات من هاد الله تستمتعوا فيهم، ابقوا معايا لاخر الفيديو ان شاء الله. وكنتمنى الفيديو هذا يعجبكم، واذا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، واللي باقي ما اشتركش معايا في القناه تشتركوا، مرحبا بكم، وفعلوا الجرس باش يطلعكم كل جديد ديالي ان شاء الله. خليتكم مع هاد اللقطات، فرجة ممتعة. عبد إلا محمدي سيدي وهي سيدي.